السلام عليكم استاذ بدر، كيف الحال استاذ بدر؟ الله يحييك ويطول بعمرك. الغالي ما عليك امر، ابى الموظفين كل ابوهم موجودين، اجتماع ارجنت. ابىهم يشوفون ولد صاحب الشركه كيف يطلع، وابى تبى الموظفين ان شاء الله. ما بتسيء ودي اصبح اخبرك من الموظفين هني غيري انا والهم حد مداوم انا انت مبرش عشان تعرف انا مداوم ولا عطني عطني انت مسوي ادمي فشلتني طفايت حريجك حوق ما تستعويك ديرم ديرم بحوق الشارع انا ليش اضرب عمري ها ليه هيك تستاهل انا بالموظفين يشوفون صاحب الشركه كيف يربح ما في موظفين غيري انا ما في انت جاي لي بالحمدان انا انت جاي لي تبى تخبرني انت مبرش عشان يعرفون انا مداوم ولا برا هاي الموضوع ما في انا صاحب الشركه عارفه ترى شخصيا